مثل النفايات الحديدية وغير الحديدية تمثل ثروة اقتصادية بالغة الأهمية إذ في تنشيط الحركة التجارية في البلاد على مدار 16 سنة حيث احتلت المرتبة الثالثة في حجم الصادرات الوطنية خارج المحروقات موفرة بذلك مبالغ هامة للخزينة العمومية بالعملة الصعبة قدرت بأزيد من 400 مليون دولار بالرغم من تنشيط هذه التجاره الا ان مافيا التصدير تحايلت على قوانين الجمهوريه لتصبح هذه التجاره فريسه في ايديهم تخضع لقوانينهم بدلا من قوانين الجمهوريه. يسعدني مشاهدنا الكرام ان ارحب بضيفي الكريمين بالمصدر السابق وخبير في ملف تصدير النفايات الحديديه وغير الحديديه السيد محمد بن يعقوب. واسعد ايضا باستقبال المدير السابق للاتصال والعلاقات العموميه باداره الجمارك وفي نفس الوقت ممثل اداره الجمارك لدى جهاز العداله ورئيس لجنه التحقيق والمتابعه الجمركيه السيد محمد سليماني في الوقت الذي يستعد فيه ضيوفي لتحضير انفسهم لدخول الاستوديو اقول لكم ابقوا معنا بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم معنا في العدد الاول من حصه صناع الفساد التي خصصناها لملف تصدير النفايات الحديديه وغير الحديديه. قبل ان ندخل في النقاش اود ان اوضح للساده المشاهدين ان هذه الحصه لا تهدف الى توجيه اصابع الاتهام الى المتعاملين الاقتصاديين في مجال الاستيراد والتصدير. وانما هدفنا نبيل نسعى من خلاله الى كشف التجاوزات التي اضرت وما زالت تضر بالاقتصاد الوطني ومن باب اولى بمصالح الخزينه العموميه التي تعد بالاف الملايير والغايه من كل هذا هو محاوله استرجاع الاموال المنهوبه والمستحقه للخزينه العموميه في اطار قوانين الجمهوريه لانه في اخر المطاف هذه الاموال هي ملك للشعب الجزائري برمته. أود أن ألفت انتباه السادة المشاهدين إلى أن قناة الهجار قد استدعت المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودرباله للمشاركة في هذا النقاش الذي يخص قطاع الجمارك، لكن للأسف المعني بالأمر لم يرد الحضور إلى الاستوديو لأسباب نجهلها إلى حد الآن. سيد سليماني وسيد يعقوب أهلا بكما شكرا لتبليتكما الدعوة قبل أن نفتتح النقاش أدعو السادة المشاهدين لمتابعة هذا التقرير أطلب منكم أن تبقوا مخيرين لا مجبرين لا يسمى تزوير في التصدير تزوير واستعمال تزوير وما اشبه ذلك لاحظوا. وهبطوا السلعه ولقوا فيه التزوير ولقوا مشاركه الجمارك ولا مبالات نتاع الجمارك من هم المسؤولين اللي خلاو 19 نحويه كونتينر تطلع واذا بهم ديكلارين 16 لاثراء الموضوع استضافت حصه المحقق السيد محمد بن يعقوب مصدر اهلا وسهلا بكم سيدي وممثل الجمارك السيد محمد سليماني سي سليماني نبدا من حيث انتهى سي محمد بن يعقوب في اخر التحقيق، هل الاراده موجوده؟ بل بسم الله الرحمن الرحيم، الاراده موجوده، واذا كانت ناقصه ان شاء الله ستجدد في المستقبل، واول كلمه اوجه شكري وامتناني وشجاعه سي بن يعقوب على قول الحقيقه، ولكن في كل الاحوال حقيقه مره. الجمارك هنا يندى الجبين ان يتكلم عنها. الوقائع واضحه فبدل ما تكون المراقبه اللاحقه لثلاث سنوات تبقى لقانون الجمارك الماده 266 من قانون الجمارك المراقبه اللاحقه لضبط كل الاستيرادات والتصديرات خاصه التصديرات في هذا الموضوع الى الخارج بالنسبه للنحاس والالومنيوم وضبط كل المخالفات وارسال كل الملفات للمدير العام للجمارك لا سيما لسو وارسالها الى الجمارك الفرنسيه لنعمل معها باستمرار وبكل وضوح وتراسلنا دائما في كل الملفات ومن ثم تاتي المراسلات من الجمارك الفرنسيه لان في اتفاقيه جمركيه ثنائيه جزائريه فرنسيه ومن ثم نؤسس المنازعه على سل صحيح ونضبط المهربين يخربون بيوتهم بايديهم الجمارك لجأت إلى حقيقة مرة ولكن قولها لابد هذه تدخل في إطار الأمانة العلمية والشخصية والأخلاقية الأدبية على الإنسان بدل ما تروح تحوس على لا فالور لا فري فالور وشو الطوناج دارت واحد المنازعة أنا متحصل عليها دارت الكيلوغرام غرام زيرو سيكونت هذا من ديكلاريها آه. زيرو سيكونت فرنسي هذا سي المصدر من مصرح به لا دوان من غريب الصدف لا توجد لا في لوزوت ولا في الارجنتين ولا في الامريكان ولا في فرنسا توجد في الجزائر في الجمارك مع الاسف انا نتكلم على الناس اللي نطقوا وعفنوا الجمارك حاشا ولاد العائله حاشا ولاد الفاميليا واش يديروا الجمارك داروا عيطوا للمصدر وقالوا له شحال راك تبيع قال لهم دو في العالم في جمارك العالم ما شفناش ان فرودور ان هو اللي يدير لا فالور دوان سيد بن يعقوب اود ان افتتح معك هذا النقاش قبل 14 سنة شاركت في حصة المحقق التي أنجزها التلفزيون الجزائري في 22 من نوفمبر من سنة 2000 لكن للأسف الشديد الحصة تم إلغاؤها من قبل نافدين في الحكم والآن أنت تشارك معنا في حصة صناع الفساد على قناة الهجار في. هل حدثنا عن الدوافع التي أدت بك للخروج عن صمتك وكشفك هذا الملف للسادة المشاهدين بالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا كسر الجدار حتى اليوم اسمه قليل كسر الجدار كما في الألفين نعم يعني أنا كنت باستمرار نبلغ للسلطات المعنية من قبل ألفين من قبل 92 نعم بعد تحرير التجاره الخارجيه ورفع الاحتكار اللي كان في التجاره الخارجيه ما في حكومه حمروش. من ثم وانا مع يعني كانت فوضى وتزوير وما اشبه ذلك حتى ادت ب نقول ظروف ما جات صدف من هذا المحقق المحقق ولكن فتحوا فيها تحقيق من رئاسه الجمهوريه اعطوا اوامر وباش فتحوا فيها تحقيق محقق نعم هل ما زلت ثابتا على ما قلته في حصة المحقق سيد بن يعقوب؟ أكثر من ثابتا نقول لك زادت الوضعية تعفنا نعم وأنا مسؤول على ما أقول سيد بن يعقوب الكل يعلم أن المنافسة كانت شديدة جدا في تلك الفترة ألم يكن تبليغك عن هذه التجاوزات بدافع الانتقام من بعض المصدرين؟ بارك الله فيك السؤال هذا الناس تسأل يقول كان من الاولين ولا من الاول يعني وجاو ينافسوني فاش نفسوني نتحداه اي جهه اي طرف كان نتحداه نفسوني في حاجه وين في التزوير واستعملت للمزور وتكوين رؤوس اموال على حساب في على حساب الخزينه العموميه وما اشبه ذلك ما هي عصابه اشرار وتمتد يعني الى بعض المؤسسات المشاركين في بعض المؤسسات واحد يقولها ما نخافش حتى من, من واحد نلتزم الصمت ومنش عارف كيفاش معكم راني لبيت هذه الدعوه ونشكرك عليها شكرا آه سيد سليماني آه سيد من يعقوب نفى كليا بان يكون تبليغه عن هذه التجاوزات بدافع الانتقام بل كان بدافع آه انساني وواجب وطني من أجل وضع حد لهذه التجاوزات التي استمرت على مدار عشر سنوات بالنسبة لك الأمر مغاير تماما كونك كنت مدير للاتصال والعلاقات العمومية ما هو الدافع الذي أدى بك إلى دخول هذه المعركة التي لم تخرج منها سالما؟ بعد أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد للجواب على هذا السؤال ربما يدي وقت كبير ولكن لا بد أن نوجز ونختصر حتى يتسنى للساده المشاهدين آه معرفه الحقيقه ولو بايجاز. نعم. والسؤال طرح عليه قال لك مدير الاتصال والعلاقات العموميه واش دخلك في هذا المعنى؟ اذا كان نشوفوا المرض ونشوفوا التجاوزات ونشوفوا يعني اموال الشعب تهدر نعم. والناس يعني تعبث واحد ما يهدر ساكت عن الحق شيطان اخرس يوم القيامه. الناس ما تعرفهاش اللي نفسي نفسي حتى رحنا في الواد الواد مدينة برودو انتظرت هذه السنوات عشر سنوات من العذاب عشر سنوات من الموت البطيء عشر سنوات من الموت الحكمي المعنوي اللي يخليك الطيب بالعقل انتظرت ثمان سنوات في اروقه العداله جرتني إدارة الجمارك اللي خدمتها 30 سنة مع الأسف لا أقول إدارة الجمارك المسؤولين تاع إدارة ما تحملوش المسؤولية ثمان سنوات يا عباد الله في أروقة العدالة بدون مبرر قانوني خمس شكاوى رفعت ضدي سيد سيد هل ما زلت ثابتا على ما قلته في حصة المحقق؟ إذا كان شوف إذا كان الإنسان يندم على على واش دار راه كان يقصد مصلحه اما اذا كانت عنده مبادئ كان واحد الشيخ جزاه الله خير قال لي وليدي ريح الرجال ومعادن كان الذهب والفضه والنحاس قال لي راه خلق واحد المعدن جديد يسموه الكرتون تصب عليه نطر والله راح رانا في عهد مع الاسف الشديد في هذا النوع من الكرتون نعم اذا انا درت الواجب الوطني وخدمت خدمتي وعلى بالي ما راح يفرشوا لي الحرير ولماذا أن من ناحية أخرى كسرت هذا الصمت؟ كل المحاولات بقت بالفشل يا جماعة ثلاث رؤساء حكومات السيد أحمد أويح والسيد عبد العزيز بالخادم نعم والوزير الأول الحالي عبد الملك سلام ثلاث ثلاث وزراء المالية السيد بناشن والسيد مراد مدلسي والسيد كريم جودي ولا واحد افتح منهم المشكل وآخر رسالة طلب له للسيد كريم جودي وبلغتوله له مؤرخ في ربع 11 2013 نعم قلت له يا ودي حان الوقت اللي راح نكسر الصمت راح راح نكسر الصمت وراح نتكلم الا ما سويتوش الوضعيه هذه في كسر الصمت هل كان بدافع اسباب يعني كانت هناك حسابات شخصيه مع بعض مسؤولين من اداره الجمارك؟ انا لو كان حسابات شخصيه كنت كنت في اداره الجمارك نعم. كنت سوبر ديريكتور لو كان حبيت يعني كاش ما ندير طرق ملتويه ولا نكون ثروه اللي لا طائل لها نعم. نقولها امام الشعب والله بالملايين ولكن اللي ساني حاجه يجي يقابلني واليوم الانسان المرتشي واللي داير دارو بسجاج. ما يقدرش يروح للناس هذه وحده سمحي لي نعم. ثانيا يعني لماذا كذلك يطرح سؤال انا راني هذا وين كل الابواب سدت ثلث رؤاسة حكومات ثلاث يعني ثلاث وزراء للماليه نتمنى هذا الوزير الجديد ان شاء الله سي محمد جلاب يعني يفتح المشكل ويطبق قوانين الجمهور وسنصل الى بعض التفاصيل ان شاء الله سيد سليماني فرضا انك بقيت في منصبك هل كنت لتبلغ بلغت اكثر كنت في منصبي وراك تشوف في الشريط لو بقيت لغايه اليوم نعم لكن شفتي راني مزلت بعض التصريحات اللي درتها في المحقق في سنه 2000 وراك سمعت واش فيه قال وجهت سؤالي للسيد مباشره رئيس الجمهوريه نعم. وقيل واش قال عليكم قال صحيح ولكن مع الاسف الشديد لا حياه في المنال هناك مسؤولين نعم. ما همش في المستوى نتاع الثقه نتاع رئيس الجمهورية اقول هذا الكلام بكل مراره الان وزيد على لماذا قررت لانك يقول لك واجب التحفظ يا اخي كل هذه الملفات منذ عشر سنين ونبلغ فيها للسلطات العموميه كل السلطات العموميه ورقه ما خليتهاش سيد بن يعقوب كيف اتصلت بسلطات العموميه في البلاد من اجل ابلاغهم عن التجاوزات التي كانت تحصل على مستوى ميناء الجزائر بلغتهم برسائل وعدة اتصالات نعم. في مكاتبهم في أي سنة سيد بن يعقوب؟ من قبل 2000 هذا ملف هذا من 97 إلى غاية 2000 البخيرة آني نعم ونقولها هنا وهم مشكورين اللي قاموا بها في الأمن العسكري ديارس. لو لولا هما بعد فشل كل م... بعد فشل كل المحاولات في بادئ الامر اتصلت باداره الجمارك وبلغتهم عن كل هذه التجاوزات ولكن للاسف اداره الجمارك لم تحرك ساكنا لتتجه بعدها الى الامن العسكري لا اتجهت قبل نعم. قبل الامن العسكري اتصلت بالسلطات نعم. ولكن كان فيه مشكل يقول لك لم تحرك ساكنا مثلا الدرك الوطني الدرك الوطني رئيس فرحه فرحه فرقه الابحاث باب جديد ما يقدرش خاطر انا واش من بعد يعني نقولها بكل تواضع الخبره تاعي نعم حتى من شي من حيث القانون كان عرفت باللي الاستراتيجيه اللي تليق وهي نحكمهم في لا ديني نحكمهم يعني في في حال التلبس في الوقت هذاك بالضبط ولكن هذا لم يحدث مع الدرك الوطني او مع الشرطه الوطنيه علاش؟ ما يقدروش يامنوني كي نقول لهم الوقت ما يكفيش لازم يكونوا اركان الجريمه متوفرين ومتحققين باش هما يطلبوا من السيد نايب العام وكيل الجمهوريه يعطيهم كوميسيون روغاتور يدخلوا للبور نعم وهذا اللي خلاني اتصلت بالمدير العام للامن الوطني واتصلت بالدرك الوطني في ذاك النهار وعلى بالي الباخيره وقتاش تخرج نعم اذا عرفت بلي تخرج وحامله 19 كونتينر وديك الحاويه وهي مصارحين ب 16 اذا تمك عرفت بلي تخرج نعم لان ما يقدروش ما عطاهمش الوقت باش يحبسوها اتصلت بالامن العسكري ضابط سامي رحت له من بعد ما عرفت كيفاش المهم لقيتها حبسه وهل تم توقيف هذه الباخره توقيفها من طرف الامن العسكري نقول نعم وكانت تروح كانت خارج حملت 19 الحاوية بتزوير واستعمال مزور تم افراغ و... هذه الباخره سيد بن يعقوب تم افراغ تم افراغ لان كل صراحة نقول لك يخ... تم اثبات بان هذه ان المصدر قام بتصريحات مزوره كل شيء ثابت وتحاكموا في الجنايات سيد سليماني نحن نعم. نتكلم عن تجاوزات خطيره لو غادرت الباخره لحدثت الطعمه الكبرى شوفي لو غادرت الباخره اني نعم ما كان لهذا الملف وجود وهنا نرجع يعني للامن العسكري في كل الدول التي تعمل لج لاجل المصلحه الوطنيه نعم. اذا كان القانون يتعارض مع مصلحه المصلحه الوطنيه نعفس على القانون عندما تكون المصلحه الوطنيه ما قانون وهنا يعني ديراس الامن العسكري تصرف بهذه الصفه لصالح المصلحه الوطنيه انا لا اقول يعني كل ديراس ملائكه ولكن في هذه القضيه تصرفوا تصرف حكيم ولولا افراغ وايقاف الباخره اني يعني نعم. ما كان لهذا الملف في وجود تعتبر السبب الرئيسي لكشف نعم. هذه يعني النواة آه اللي يعني القطرة التي أفضل الكأس نعم. كان واحد المثال شعبي يقول لك تجي تجيبها شعرة وتروح تقطع السناس نفس الشيء لهذا المثال نعم وزارة التجارة كانت تبعث دوريا الأسعار المرجعية لهذه المواد ولكن لم يتم تطبيقها لماذا؟ هذا هو سؤال مطروح ما رأيك سيد سليماني؟ في الحقيقه جريتينا لواحد الواد كما كبير مع الاسف الشديد يعني فيما يخص الاسعار المرجعيه كانت ترسل باستمرار من طرف وزاره التجاره من طرف باش نسموا المسميات وزير التجاره الى السيد وزير الماليه وزير الماليه يرسلها المدير العام للجمارك المدير العام للجمارك انا عندي في اطلاع عليه كان يرسلها الى السيد مدير الجبايه والقيمه هنا ما تطبقش كاين نشوفوا دي تيلاكس يعني يبعثوه نتاع الفارينا ونتاع القهوه ونتاع السكر بصح النفايات غير الحديديه ما كاش وهنا المسؤوليه تقع كل صراحه المسؤوليه على هذ المسؤولين لان لا نلوم المصالح الخارجيه المديريات الجهويه المفتشيات العقل الجمل ما عندهمش ميم كي طردت هذه القضيه نتاع اني لي اللي مفتشي الفحص الجمركي انا كنت ندير في لي بورسو مع القضاء قال ما عندهم حتى مسؤوليه نعم. ما عندوش الوسائل ما عندوش الاسعار المرجعيه ثم بعد 15 مارس 2001 خلاص كل واحد يحكم مكانه هذا ما ماشي اللي حبيت نقوله في هذا المجال يتم الان سرقه او يعني حتى فيما مضى سرقه الكوابل الكهربائيه والهاتفيه من قبل يمكن قول انها عصابات تختص في هذا المجال حيث ان شركه صنال واتصالات الجزائر خسرت السنة الماضية 5000 مليار سنتيم أنا طالعت على هذا نعم 5000 مليار حسب إحصائيات الشرطة والدرك الوطني 5000 نعم. مليار سنتيم سنويا نعم شوفي يعني العصابات وصلوا حتى يأجروا بعض الشباب ويموت ويموت في الأعمدة بصعقات كهربائية نعم. وصلوا حتى يعني المستشفيات الناس ماتوا من أجل هذا أنا واش نسميهم نسميهم صناع الموت يعني صناع الفساد سيد سيدي ماني صناع الموت, الموت. نقتل قتلوا نعم. الناس في دو كاين في في في, في اكسيدون وحده في حادث واحد ثمانيه ماتوا نعم واش معناه؟ علاه قطعوا الخيط تاع ودخلوا قطارين في بعضهم زيد على ذلك الدوله تعطيهم التدعيم كيف ذلك سيد سليماني؟ الاعفاء من الحقوق والرسوم الجمركيه نعم ومن التيفيا نعم. الرسم على القيمه المضافه وحتى كما سمعت محمد من سي محمد بن يعقوب لانه كان مصدر سابق حتى تدعمهم في النقل البحري يعني يخربون بيوتهم بايديهم والدولة دارت فيهم ثقه ودعمتهم على باش يجيبوا العمله الصعبه لان سمحي لي نعم سمحي تفضل فضل تفضل, تفضل في سنوات التسعينات وبدايه يعني الثمانينات والتسعينات نعم كان البترول هبط الى ادنى مستوياته حتى نعم وصلت 9 دولار البرميل واحد كانوا الصناديق فارغه الدوله قالت لهم يا ودي روحوا جيبوا لنا شويه عمله صعبه هذه ديكلاري ان طون تاع الكويفر 1000 فرون ويبيعوا 13000 ميل... فرون فرن في فرنسا سيرتو في فرنسا وما ونقول لك حاجه ساعة وجدنا ال 1000 ما يجيبهاش وفي الحديث قياس سيد من يعقوب لماذا السلطات العليا في البلاد لم تضع حد لهذا النوع من السرقات خصوصا وان الكوابل النحاسيه لما يتم سرقتها يتم تهريبها عبر الحدود الجزائريه شوف انا تكلمت وسبق لي وقلت نتكلم على الاراده وتكلم عن طريق الصحف هو مشكل اراده وحتى في المحقق نقول الحل كاين موجود هل الاراده موجوده نعم لان بلا اراده ما دير والو خاطر نقول انا علمت ونعطي في ليله واحده والي ولايه خنشله نعم نحاولوا 28 كيلومتر نعم في ليله لو كان صوني الغاز تقول في ليله دير 28 ما تقدرش مش تعرف كيفاش هذه المجموعات اللي يعني يسمونها في الجونكستيريزم يعني خطر فيه دراهم كبيره ولماذا؟ لان الطلب اكثر من العرض لان لوفري لا دوموند الطلب تاع الكوابل النحاسيه اكثر من العرض ما يستحيل انك تدير ويزين كبيره ولا يعني ما عندناش حتى هذه ريكيبيراسيون كون يجوا يعني يخدموا ينظفوا هذا ما توليش الناس باش يكون لي 500 واحد ولا لا ما تكفيش تهريب هذه المواد هل يكون بالتواطؤ مع جهات معينه؟ معلوم كاين تواطؤ على عده مستويات وانا قلتها من الحدود نحن نتكلم عن الحدود سيد لا الحدود بريابوك. شوف الحدود والله كل بكل صراحه نعم نسمع كلام الحدود صح يخرج حتى الصرف تاعنا كي كانوا بكري خرجوا في التسعينات والثمانينات نعم. نعم. هذيك 10 دور وربع دور الصفراء يخرجوها نعم. ايه شوف مهما يخرجوا الغاز ولا نحاسوا ذاك بشي حاجه كي تلقاهم حكموا شوفي مثلا الدرك الوطني وش يحكم ولا جي ولا كذا كي تقارنيه بالمواد ب... 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 كي تقارنيه واش يخرج على الحدود تاع تبسه ولا تلمسان هو غير شي حاجه ما تمثل والو بالنسبه للتصدير اللي يكون عن طريق قانوني عن طريق الحاويات وكل علاش؟ تلقى الحاويه فيها 28 طن ولا 25 وهي مدورة على 22 طن فقط يديروا اكثر من هذاك ال... ويديكلاري أربعة هنا نواجب سي سليماني كي قال لك على سيرفيس اكستيريور ما على بالهمش نعم على بالهم كيفاش انا جمرو كي نشوف باللي ديكلاراسيون يديكلاري لي واحد ديك القيمه قل من واش يخسر عليه باش يوصلو لمارساي نعم وعلاش باسكو الدوله دعمته في 50% في النقل نحات له 50% علاش باش يخدم ويجيب العمله الصعبه هو يغتنم ديك 50% وما يخلصش التيفيه وهذه هذه مشكل كبير خطير نعم واش الدوله سمحت لك في التي في سي نورمال حتى في الخارج ما تخليش التي يعني. حتى كي تشري فيستا في, باريس ولا وتكون عندك لا فاكتور تاعها في المطار يرجع لك التي في حنا ما كاينش التي في ويقولوا نعطيك 100% دو فيس فوخت فوخت حمروش ومن بعد في 94 ردوها 50% دو فيس امتيازات وخمسين. قدمتها الحكومه بزاف الامتيازات لكن استغلها هؤلاء المصدرين ل يعني ارتكاب تجاوزات خطيره جدا. سيد سليماني بعد توقيف حصه المحقق في سنه 2000 قررت ارسال يعني عده تقارير او تقريرين بالاحرى. التقرير الاول الى السلطات العليا في البلاد، التقرير الاول كان بتاريخ 24 نوفمبر من سنه 2000 والذي اعتبر بمثابه الشكوى التي حركت بها الدعوه العموميه لدى جهاز العداله. والتقرير الثاني كان بتاريخ 8 جوان من سنه 2001، هل يمكن ان تكلمنا على ها على هذه التقارير؟ نعم شكرا على السؤال. في الحقيقه عندما تم الغاء حصه المحقق التلفزيون اللي كانت تحمل في طياتها فضائح ومنها الجمارك. وكنت انا ربما تكلمت على هذا القطاع اللي قلت يعني راه كاين بعض الناس عفنوه وطلبت من السيد رئيس الجمهوريه باش يدير لجنة التحقيق مزلت شافع العبارة نعم. باللجنة تقصي الحقائق وشو من طرف الـ الـ الصحفي قال لي انتقدكم سيد رئيس الجمهورية كثير قلت له والله لم ولن ولا والله لم ولن يتكلم علينا الا شيء القليل نظرا لان امورنا قد تعفنت من هذا كي سمعت انا تلغات قبل ما قبل ما سمعت قبل 25 باش تبث نعم. باللي طلعت نعم. دخلوا ناس نافذين اصحاب المصالح اللي داروا ثروات طائله ما يحبوش يتكشفوا الى يومنا هذا الان يتحركوا نعم ما يحبوش حصص كيما هذه ما يحبوش يسمعوا ولو كلمه اذا هذا في هذا المقام يعني اتصل بيا سمعت كتبت عليها الصحافه والضجه المحقق المحقق اتصل بيا المرحوم سي العربي بالخير مدير ديوان سيد رئيس الجمهوريه قال لي واش هذا كنت حاضر قلت له كنت نعرفه كنت انا نعم. كنت حاضر قال لي ماذا بك تطلع لي اتصل بي الصباح اليوم العشاء تكون عنده قلت له مون جينيرال ماذا بك خلي الوقت وضو الصباح قال لي علاه قلت له غدو نفهمك رحت اديت لي كاشي نتاعي وديت للدار ودرت هذا التقرير ها هو لي نعم. تاع 24 نو نوفمبر 2000 وهذا اللي بدات كل به المصايب ماذا يتضمن هذا يتضمن القضايا نعم هذا الفساد نعم. موجز نعم. وقال يا ودي راني نتحمل المسؤوليه نتاعي راه كل شيء ثابت واستقبلني السيد العربي بالخير عنده وقال لي ماذا بك تثبت روحك راني راح راح نتكلم مع السيد رئيس الجمهوريه وبالعباره الواحدة قال لي هاو جدار بيني وبين قلت له راني ثابت طلع عليها سيد الجمهوريه السيد رئيس الجمهوريه وبعثها مباشره هذا البحث للسيد وزير العدل حافظ الاختم السيد احمد ويحيى وبدوره ارسل هذا التقرير الى السيد نائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر مباشره يعني كان رد الفعل قوي 3 ديسمبر 2000 يعني استدعاني سيد النائب العام وسمعني في المكتب نتاعو من التسعة حتى الستة ونص على العشاء، عطيته كل الخطوط العريضة. نعم. كل الوثائق اللي كانت عندي طبقا لاحكام الماده 32 من قانون الاجراءات الجزائيه ولكن سيد وانطلقت نعم. هنا وصنحت التزوير والاستعمال المزور سيد و... سليماني المشكلة المشكل لا يكمل في تبليغ او ايصال هذه التقارير الى السلطات العليا في البلاد، هل رئاسه الجمهوريه تابعت هذه الملفات في الميدان؟ والله سؤال وجه نعم يا هل ترى وإحنا هذا ثقافه عندنا الجزائريين، هل رئيس الجمهوريه يشوف الكونتينر اللي تخلص ولا ما تخلص؟ هل رئيس الجمهوريه يشوف فيه تجاوزات؟ هل رئيس الجمهوريه عنده المهام الكبرى نتاعو نعم. يجي يشوف الرسوفير دي دواني لا خلص لي دروازي طاكس ولا التقادم ولا قطعوا الملفات هذا هذه ثقافه احنا وعندنا بعض المسؤولين لا اقول الكل راه راه قاعد حتى يعطوه امر شوفي المثال أه؟ أسمحيلي لي شوفي نعم. المثال تفضل. تفضل. على ذلك مثلا رئيس الجمهوريه يزور ولايه من الولايات تلقى كل الطرق والنوار وكذا هو يروح يخلق كلش هذه ثقافه يعني ما عندناش ثقافه دوله نعم اذا زدت نزيد أن نوصل لك هذا التقرير الاول التقرير الثاني بعد ما التقرير القضائي التحقيق القضائي مشى وتعمق وجبد ادله لان المسؤوليه نتاعي لو ما ثبتش في ذاك لا. الوقت كان قانون الفساد سيفر 01 واحد ما كنت تطيح في الوشاية الكذبة يعني بلغات يعني بلغات كذبة للسيد رئيس الجمهور القاضي الأول كانوا يكسلوني كما ينبغي ولكن كنت ثابتا على بالي انا وليد الدار نعم. قال لك اهل مكه ادرى بشعابها زدت ما دام ثبتت الاول زدت بعثت له التقرير الثاني التقرير الثاني نعم المؤرخ في 8 جوان سنه 2000 2001 نعم فيه كل القضايا ورتبتها له وفي هذا الامر يعني عيطت السي سعيد بوتفليقه كانت عندي يعني نعرفه كانت علاقه معه. الكتو غايب عيط للاستاذ يعني المحامي أخوه سي عبد سي واش عبد يقول في الغني واستقبلني في مكتبه بكل ب ب ب حفاوه نعم. وبلا السيد الرئيس يعني مباشره بعد بعد يعني قراءه هذا السيد رئيس الجمهوريه امر مدير ديوانه باش يراسل السيد رئيس الحكومه وامره امره باش يفتح صح. اربع لجان التحقيق في اربع ملفات منها الاسكاد دي سي دي منها القهوه منها استيراد القهوه من كوت منها تصدير النفايات الحديد والحديد ومنها نعم. قضايا متنوعه السيد يعني وزير يقولوا له رئيس الحكومه يكتب للسيد وزير المالية, الماليه في 26 اوت 2001 يامروا بان يراسل السيد المدير العام للجمارك نعم. والسيد وزير الماليه كان مراد مدسي انا ذاك 10 سبتمبر كتب للوزير ال... كتب للسيد مدير العام للجمارك من اجل تنصيب اربع لجان وزير نعم. مشرع برئاسه المفتشيه العامه للماليه والسيد المدير العام للجمارك قام بالواجب تاعو في 15 سبتمبر 2001 تكون ومشات اول تقرير اللي انجزناه في انا كنت عضو اللجنه نعم. الرئاسيه في 2001 كان ملف تصدير النفايات الحديد الخدي جينا سمح, سمح. الجينة سمح. الجينة أضرار الخزينة العمومية كحد أن 3000 مليار سنتيم وأقول 3000 مليار سنتيم 3000 مليار سنتيم واش كنا نقدروا نديروا بها 3000 مليار سنتيم مبلغ كبير فيه تيبني مستشفيات تبني مدارس يبني سقم طرق عندك ما تخدم به سمحي لي نزيد نقول لك الأضرار من بعد زادت نعم كاين تقرير أرسل من طرف السيد المدير العام للجمارك إلى السيد رئيس الجمهورية في أوت أه 2001 الملف هذا قال له ما بين الاضرار اللي اللي سببها الخزينه العموميه ما تتراوح ما بين 12000 الى 15000 مليار واعود يعني واكرر اقول بان الاضرار هذه من سنه 94 الى 2000 أكيد. كونت اضرار الخزينه العموميه بعد التحقيقات الاداريه الجمركيه ما بين 12000 و 15000 مليار هذه 15 راهي يقولها لسان بر... مليار سيد سليماني هذه مبالغ كبيره جدا هي مستحقة للخزينة العمومية نعم. نعم وهي ملك أيضا للشعب الجزائري نعم سمحي لي كاين في التقرير هذا اللي راح من طرف السيد المدير العام الجمال نعم. السيد رئيس الجمهورية والقاضي الأول في البلاد في أوت 2001 فيما أعتقد نعم فيه ثلاث قضايا فيه النفايات الحديدي الحديدية والحديدية نعم. الحديدية وفيه الأسكادي والسيكادي وفيه تبييض الأموال نتاع القهوة مازالت ما نعم. فيه تبييض الأموال اللي ربما يجي النهار اللي نتكلموا عليه اللي الناس ما تجيب والو وت... وتزور كلش وتبعث الدراهم في سمحي لي نعم سوف نقرأ خم... س... هذه النقطه سيد سليمان فيما بعد خي... خي... ارجوك خي... ارجوك خي... سيد سليمان تفضل تفضل سمحي, خي... سمحي خي... لي نكمل الفكره لانها هذه هذه الدراهم تاع الشعب لازم تضرر هذا الملفات الثلاث نعم. القيمه نتاعهم الاضرار نتاعهم كامل 45 الف مليار سنتيم ما يعادل ما بين 6 و7 مليار دولار امريكي سمحي لي هذه درنا لها حساب لقينا لوطوروت يعني كما يقول لك انجاز القرن كما كما يقولون نعم. يعني ليستيماسيون تاعهم 2002 كانت 3 مليار ونص يعني نبنوا دوزو طرود لكن سؤال مطروح هنا سيد سلماني هل تم استرجاع هذه الاموال؟ يا ودي كيف تسترجع الاموال يا يا جماعه منين؟ يعني شوف نقول لك هذا الملف راح نرجعوا ربما في التفاصيل نعم تقطع وتقادم بسوء نيه من والاهمال في التسيير من طرف مسؤولي اداره الجمارك نعم. تقريب على كافه المستويات سوف نعود لهذه النقطه نعم. سيد سليماني تم تنصيب لجنه التحقيق والمتابعه الجمركيه بامر من المدير العام للجمارك سيد علي لبيب سيد سليماني ما هي الاعمال التي قامت بها هذه اللجنه تحت رئاستكم سؤال وجيه نعم قامت باعمال جباره أول أول شيء يعني أودعنا شكوى لدى السيد النائب العام بطلب من أجل قطع التقادم الجمركي والجزائي في مخالفة التنظيم النقد هي ثلاث سنوات باش نزربو ودرت أنا كرئيس لجنة وبتوصيات من لجنة التحقيق الجمركية قمت بكل الأعمال نعم بعد دابا بعدنا جداول وين التطور الإداري والتطور القضائي اللي حكموا فيها اللي ما حكموش فيها وزدت يعني في اخر المطاف درت انتيلاكس نتاع لو 2 نوفمبر 2003 وجاتني معلومات منها يعني اكدها لي سي, سي, محمد باللي راكم توقعت على شهاده الوفاه في الجمارك تاعك وكان هذا هذا كان شيء لان قلت لهم لازم ايداع الشكاوى في يعني حواء حوالي 3000 ملف قبل التقدم وتحاسبوني بها وتبعثوا لي القوائم وتبعثوا لي التطور تاعها وين راها في المحاكم على مستوى المجالس القضائيه على مستوى واش يقولوا المحكمه العليا نعم. فاذا به انا ما زدتش بزاف لو 21 ديسمبر سنياولي شهاده وفاه في كم دامت هذه اللجنه سيد سليماني؟ نعم. كم دامت اشغال نعم؟ هذه اللجنه؟ اشغال هذه اللجنه يعني دامت حوالي ثلاث سنين مثلاثة متل آه ثلاثه فيفري 2001 الى غايه 21 ديسمبر 2003 ماذا قدمت هذه اللجنه قدمت اعمال جباره والشيء الشيء اللي مازلت شافي عليها انا مليح نعم يعني اتصلت انا كان عندي اتصال مباشر كممثل اداره الجمارك لدى جهاز العداله بسيد نائب العام لمشق الجزائر وقلت له ودي فيه السواد الاعضاء في ميناء الجزائر للتصديرات ماذا بينا نجمع الملف على المستوى الوطني نعم. ونخلوه هنا في محكمه سيدي محمد قال لك مرحبا سيدي احنا رانا في خدمه المصلحه العامه ودرت له إرسالية وكانت يعني مقبولة فإذا به في آخر المطاف عندما زبرت زبرا إنها مهامي وعزلي مرتين تم إرجاع هذه الملفات إلى المصالح الخارجية ونصها راحت في الطريق ونصها تقدمت وكان اللي تقطعت وأنا مسؤول وشرمي نعم سيد بن يعقوب مسؤولي إدارة الجمارك قاموا بحجز 68 حاوية في ميناء الجزائر هل يمكن أن تكلمنا عن هذه القضية؟ هذا ثاني مشكل واحد اخر يعني لا. غريب شيء والله إيه. علاش كنت فكرهم كنت لازم الصمت ما نتكلمش مانيش عارف كيفاش استدراج استدراجي هنا وجدوا نتكلم لك كنت نفكر حوايج انا مرض راني مريض ديجا مرضت هذا الحوايج ما نقدرش نزور ما نقدرش نسرق كنت في القطاع العام ويعرفوني الناس شرفاء وشفت بزاف حوايج انا كنت في الرشوه مانيش عارف خلقت فيا ضد ما نقبلهاش وما نقبلش لا غالب ولو كان انا كريمه هذيك تكلمي 68 حاويه هذا الشيء اللي تحجز عن طريق الشرطه القضائيه قبل لا نقول لك ديار اس نعم الشرطه القضائيه الرايس تاعها هذاك الاسم تاع راه معروف وتحجزت 68 حاويه نعم بلا واحد اخرين ما بغيناش نكثروا خلينا واحد ديالنا بان كانوا هكذا منا ما بغيناش نتعاملوا هل تم بيع هذه الحاويات ولمن؟ بيعت هذه اللي 68 حاويه عطيك على سبيل المثال كيتحس به في 2007 و2008 و2005 هنا <applause> نحاس ولا يمشي وصل حتى ل 70000 700 دينار للكيلوغرام معناه كي نقول لك 700 دينار للكيلوغرام يعني شوفي شحال يعني يكون في الكونت احنا ما نديرو قال نديرو الناس نديرو الحاويه فيها غير 500 مليون سنتي نعم <applause> وفيها على بالك فيها الالومنيوم فيها البلون وفيها آه نحاس حتى جديد راهم يقولوها في الـ في, الـ في التقرير تاع اللجنه الوزاريه المشتركه جديد سو سيروفان نعم. جديد معناه مصروخ استوردناه وعاودنا نصدروه هنا فيا مواد نعم. اوليه ونصدروه هنا فيا نعم. اذا كي تحسب غير 5 5 ملايين دينار جزائري باش يفهم الراي العام نقول نعم. 500 مليون سنتيم لحاويه نعم. واحده شحال 68 حاويه 68 حاويه شحال فوق 30 مليار هادو بيعوا ب 12 مليار معلومات لان بيعت لزوج من الناس على نعم. أه ما يبدو لي هما اللي يستعمل الاسم المستعار يعني هل يمكن ذكر اسماء هؤلاء الاشخاص؟ ما تجيش في الحقيقة نذكرهم راهم عارفين رواحهم والجمارك تعرفهم ويعرفوهم نعم. ودرن, عليهم ملفات وحتى عن الامن وكذا ولكن الله غالب هادو يفلتوا من العقاب علاش؟ ما نعرف فرق قانوني مانيش عارف كيفاش لان هاد الناس هاد الناس ما سجل تجاري ما يخدموش باسمهم بالاسماء المستعاره وهادو زوج نعم. بارونات تقسموا هاد الحاويات واحد دا سبعة 7 ملايير وواحد دا ب 5 ملاير. هل قمت بابلاغ سيد سيد بن يعقوب هل قمت بابلاغ عن هذه الحاويات للسلطات العليا في البلاد؟ بعث للسيد علي لبيب ماذا كان رد فعلها؟ ومشيت غني على التعريف سليمة المساني في الوطن طلعت مقال لكن تعتبر هذه فضيحة لماذا لم يتجاوب لم يستجب من ما من بعد أنا مع السيدة علي يقول سيد سليماني ما رأيك في إجراءات البيع بالمزاد العلني التي قامت بها إدارة الجمارك على مستوى ميناء الجزائر اسمح آه لي نضيف حاجة لسؤال نعم ما تبقى. أنجزته لجنة التحقيق أنجزت يعني أما الجبارة وفي يعني في عندما تم انهاء مهامي في 21 ديسمبر 2003 كل التوصيات كل الاعمال تاعها الغيت والغريب في الامر حتى الاعضاء انتهى اللي كانوا معايا تم انهاء مهامها يا سيدي راني رحت انايا وراحهم زيد كمل اللجنه زيد جيب ناس اخرين يواصلوا ما كاش راح كل شيء ملفات رجعوا الى اخره نعم. نرجع للسؤال تاعك نعم فيما نعم غص ب... هذا هذا مشكل مطروح بحده انا يعني لا اتهم احدا وانما اتكلم عن القانون نعم يا هل ترى في ميناء الجزائر هل ترى دارو لامبونتير اكزاكت قائمه الجرد تفصيليه ودارو بلاكار بيبليسيتير نعم. وبعثوه للصحف الوطنيه خلال 20 يوم باش الناس تجي سؤال أسعاد. وعندهم الاسعار عندهم الاسعار هذه نقطه النقطة الثانية كاينة لجنة باش تبيع بالمزاد نعم. العلني في ميناء خاصة في ميناء الجزائر أكبر ميناء تتكون من يعني قابض الجمارك المؤتمن على البضاعة عضوا رئيس مكتب المنازعات الجهوي عضوا رئيس مفتشي الأقسام عضوا مفوض قابض البي... قابض الجمارك مقررا هذا هذه المذكرة نتاع 30 12 نعم. 1996 تسمحي لي تفضل إلى ما داروش هذه الإجراءات نعم. واللجنة والتقييم وكلش وخاصة بيت القصيدة هنا هل باعوها بالقيمة نتاعها الحقيقة وهنا أنا بالنسبة لي أطلب من السيد وزير الماليه باش يدير لجنه تحقيق. موش القضيه هذه برك وصرات قضايا اخرى في من الجزائر كان واحد جاب ماتريال 15 مليار بقى له 900 مليون وتحاسبوا ومن احسن الناس ولكن ربما كان يسمعوا تليفون قال طبق ما كاش طبق زيد اخيرا لا. سي عبد الملك سلال الوزير الاول في مقال صدر في في جريده الفجر 4 ماي 2014 كتبوا له بعض المتعاملين قالوا ودي في راه الموانئ نتاع وهرن وعنابه والعاصمه راهي الناس تتحكم فيك كيما تحب ودير الاسعار كيما تحب ويبان لك آه سيد تحب. نعم. سلال يراسل السيد المدير العام للجمارك ويقول له ماذا بك يدير ماشي هنا موش المدير العام للجمارك اللي يعني يدير تحقيق يا جماعه ماشي الخصم والحاكم يدير تحقيق اعطونا مجلس المحاسبه اعطونا المفتش العام للماليه خلي الناس تخدم ماشي هو اللي دار غلطه يصحح روحه. وهنا نطالب راه مشكل غير في ميناء الجزائر نعم. بركة محمد ارواح ودير انا نعم. هنا نطلب السيد وزير الماليه الجديد ان يفتح تحقيق في هذا وصار العجائب في هذا البيع بالمزاد العالم نعم. ان إيه كان قانونيا ام لا ما لا يرتع الدوله لكن سيد, سيد سلماني انت تقول الان بان اداره الجمارك قامت ببيع هذه الحاويات بطريقه غير قانونيه لما ما قلت لك غير قانون مانيش مطلع الملف نعم. أنا نحكي على وقائع اذا كان السعر 12 مليار نعم باعوها ب 12 مليار هو 30 مليار نعم. يعتبر تبديد للمال العام، هنا ما احنا انا عشت راني نقول لك عشت قضيه موجوده سوابق موجوده مشري السيد شاري ماتريال 15 مليار بقى 900 مليون والملف ها موجود برايك هل كان قانونيا طريقه بيعها السيد سليماني؟ لا عنديش اسمع. ما عنديش اسمها ما عنديش الوقائع ما دام راه السعر انا راني قلت كاين قضايا نعم. سراء وما نظنش الشسرات بطريقه قانونيه ولكن دير على ما مانيش متاكد لكن هنا نطالبوا يوم ماشي القضيه هذه عشرات مئات الملف كما الملفات كما هذه نطلب سيد السيد وزير الماليه جيب لنا لجنه التحقيق رفيعه المخبرة نعم. الخبراء وسترى واش كاين. سيد سليماني ملفات كثيره تقادمت على مستوى اداره الجمارك، من المسؤول عن ذلك؟ هنا شخصيه العقوبه نعم. في قانون العقوبات شخصيه العقوبه زاد زيد دار ما يتعاقبش بوزيد هنا دائما نرجع ونقول وبالمثال يتضح المقال يعني شيء يندى له الجبين ان نعطيكم مثال واحد كان فيما يخص هذه القضايا كان اصدر مقال في جريده شعب بتاريخ 21 جويليه 2004 يقول يا ودي راهم يقولوا بعض المسؤولين باللي انا اللي قالوا قال وتبعوني فيها بشكوى امام العداله بالقذف وديت فيها الحمد لله براءه أه وهذا السيد اللي كتب والله عمي المشتو ومازال حي يرزق يقول باللي راه الملفات قدمت وتقطعت خاصه في ميدان الجزائر هذا الوقت بالذات يخرج تخرج 19 ملف سمحي لي 19 ملف اللي تضمنتها الارساليه نتاع قابض الجمارك بميناء الجزائر مؤرخه في 3/8/2004 وين مبعوثه لرئيس مفتش الاقسام لميناء الجزائر. وين يقول له يا ودي رانا لقينا 19 ملف راه مسجل في السجل والاصليين مكاش. ما كاش. اذا هنا عندنا 19 ملف اصلي تقطعت وحده واخطر. اثنين يقول له رانا محرين هذه الملفات في باش باش ما نغلطش في التاريخ راهم محررين في 20 جونفي 2001 ورانا درنا شكوى عند السيد وكيل جمهور بمحكمه سيدي محمد في 2 اوت 2004 معناه اكثر من ثلاث سنين وسبع شهور وفيها اكثر من 30 مليار سنتيم لكن السيد سليماني هل تعمدت اداره الجمارك او مسؤولو اداره الجمارك آه انت ان تكون الملفات يعني تقديم آه الملفات آه سيد سليماني عينيه ويكيف, ويكيف قانونا على انه تبديد للمال العام وتطبق عليه احكام الماده 29 من قانون مكافحه الفساد هل تتهم سيد سليماني نعم اللي دار هذا نتهمه تتهم اداره الجمارك بعمودها لا, لا نحن نحن الاداره قلبي المسؤولين ماذا بك السؤال نحن احنا الاداره نظرنا نحملوا الاداره الاداره جدار وتنسي اداره الجمارك مسؤول اداره الجمارك هل تحملها نعم زيد أه عاد سمحي, سمحي لي سمحي لي فاروق قسنطيني نعم خلي فيه فيه تفضل تفضل سيد المال اعطي لي شويه وقت تفضل فاروق قسنطيني رئيس اللجنه الاستشاريه لتدقيق حقوق الانسان في الجزائر ومؤسسه يعني تاع رسميه تاع الدوله يخاطب السيد رئيس الجمهوريه ويرفع له تقرير اسود ويقول له يا ودي راها كيما نقولوا بالعراقي خلات 5000 و و92 جريمة فساد سقطت بالتقادم من المتابعات القضائية مبروك على موالها لكن المسؤولين ويذكر في هذا المقال صادر في جريدة الشروق الأحد 24 نوفمبر 2013 ماشي بعيد هنا هنا سمحي لي هنا شكون اللي مسؤول وهنا وقصد ثاني واش قال ملف الاسكادي سي وملف تصدير نفايات الحديد غير الحديديه وملف استيراد ماده القاف واش معناها راه طالع الملف اذا هنا يا سياده الوزير سيد محمد جلاب ابعث لجنه التحقيق خاصه المفتش العام المالية والله خدمت معهم انا من احسن الناس ولكن خليها تتعمق خليها تجبد مسؤوليات ما تحقرش ما تظلمش وخلي كل واحد يدافع على روحه ولكن جبدوا لنا هذه الاموال نعطيك مثال واحد اخر امثله كثيره رانا رانا جبدنا غير البارزه غير لا لا, لا كما كثيره سيد سليمان عندنا جاتنا بعد الـ يعني الـ تثبيت الوثائق مع الجمارك خاصة منها الفرنسية كاينه شركة لا أذكر اسمها عندها عشرات الملفات تاع التصدير أنا كنت نشرف على لجنة التحقيق بعت موظف قلت له ديه الميناء الجزائري المسؤول ما ويدير ويدير المحضر ويبعثوا للعدل وهذا المسؤول هذا بعثناه لبوردو رو دونفوا لو 11 ناف 2000 ديشارج نتاع المسؤول المسني باللي شد الملفات لو 11 ناف 2000 من بعد يقول ما كاش عاودناهم ثلاث خطرات حتى راح هو بزدنا يعني كونا ملف منازعه وبعثناه للعداله بعثناه للعداله وشحال فيه اكثر من 30 مليار سنتيم شوف الملاير تاع الشعب كيف راه تتلاوح نعم واللي تنا عدو طول اللي يقول كلمه الحق ينحرق لان الجوانب نتاعك كاع تقريبا مريضه ولا اعمم ولا اعمم كاين رجال يعني بارتو وكاين جمركيين شرفاء ومازالوا يخدموا وصابرين وقانعين واش عطى لهم ربي زيد كي جاتنا كذلك يعني من طرف فرنسا تثبيت الوثائق وجدنا بعثنا للسيرفيس اكستيريو باش يبعثوا لنا لا ديريكسيون باش يديروا لي بي في ويديروا المحاضر لقينا يكتب لي المدير الفرعي المكلف بالملف لو 20 اكتوبر 2003 يقول لي ودي رانا ما لقيناش 18 ملف في ميناء الجزائر نعم. و7 ملفات في ميناء وهران وهذو كي الملفات عارف يروحوا الملفات عارف اين ذهبت الملفات سي سي ادري اهملت هل تم اتلافها عمدا؟ هذه الملفات نقول لك عمدا لماذا؟ في فيه تواطؤ فيه نقولوها بكل صراحه ما خافوش منهم ما فيه كيما التقادم كيف انت تخلي ثلاث سنين وسبع عشر مبروك على موالها 30 مليار ملي اللي دار هاي تحسب هذا السمح سم... يتم في في مخالفه التنظيم النقدي سيد سيدي كذلك هذا هذا نعم. نرجع لك لهذا 19 ملف سمحي لي يعني صدف ساعه ساعة, صدف. ساعه كلام يعني 19 ملف هذه نعم. هذا التقرير تاع الريسيفر ونعرفوا من احسن الناس الريسيفر كان يقدر يغطي ولكن ما غطاش بعثوا نعرفوا من احسن الناس لما بعثوا بعثوا رئيس مفتشيه الاقسام للجمارك هذا هو اللي تحسب نعم. لم يفعل شيء ونتحداه الى دار حاجه بعث نسخة الى المدير الجهوي، قال له راهي راهي 19 اتل... 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 ملف فرحت ورانا يعني يعرف تاريخ ما, ما كذبش، قال له راهي لو 20 جونفيي 2001 درنا المحاضر ولو اوت 2004 درنا معناه شوفي وشوفي حتى التقادم في لغة القانون التقادم من النظام العام يستطيع القاضي ان ينطق به من تلقاء نفسه دون طلب من الخصوم، حتى لو ما يطلبوش، حتى الم... هو يشوف الوقت قالت تقدمت في وهرن نعاود لك هنا قلت عطيت المدير العام للجمارك السابق سيد علي البيب قلت له راه هناك بصفتي رئيس اللجنه راه كتب لي المدير الفرعي وده. اكتب له هو كتب كتب وكتا كتب له 3 نوفمبر 2003 وانا زبروني لي 21 ديسمبر على بالك المعلومات اللي عندي نهار داروا لي صن... لا ميسيون فونكسيون تاعي انهاء المهام تاعي في 21 ديسمبر 2003 البارونات نتاع مجموعه منهم تاع تصدير نفايات الحديد والغرف الحديديه راحوا داروا المشوي في عين البنيان واحتفلوا بالموسيقى ها هو لانهم نح... ماشي بشخصي نحاو مرض من الديوانه وقالوها نحينا مرض من الديوانه والدوله اللي كنت نخدم فيها خلاتني ندور وحدي وحتى سمحي لي حتى يعني في سيد المدير العام للجمارك مع احترامي له يدير يعني مقال في في معتقد في جريده الوطن في 2006 وكل جيرو فوكي 350 دواني منهم سد ديريكتور سونتر بور كوريبسيون عيب يعني سبب لي اضرار معنويه كي كل التليفونات يقول يا بني انت كيف تقول انت منهم يا اخي وزن كلامك راك توسخ في ناس سيد من يعقوب كيف تفسر لنا ان الماده المصدره تساوي اقل من تكاليف النقل الا تظن ان هذا دليل قاطع على ان هناك تصريحات مزوره مؤكده بلي لا. مزوره كما يقول لا لين دو بو معناه من اللي من اللي يشريها اولا الرسائل اخفاء اشياء مسروقه وانا من حتى للبيع نتاعها وعدم استرداد العمله الصعبه ونزيد نقول لك شكون علاش انا اختلفت مع البيب سيد علي البيب لماذا سيد, 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 سيد علي البيب كيما رجع وكنت هنا خاطر ساعات واحد ينسى راسلته وقلت له كاين 11 مصدر بارونات اللي ما عندهمش سجل تجاري وهما البارونات الكبار متامرين يتامروا مع بارونات في فرنسا ومعروفين والاجوبه اللي جات من في اطار يعني المراقبه اللاحقه نتاع الجمارك تبت ذلك من اسبانيا ومن فرنسا اما سيرتو فرنسا عندهم ناس يفكروا عقل مدبر لو كومونديتير علاش انا ما فهمتش انا بالنسبه قصيت بعض المحامين قال لي كي تكون جمعيه اشرار ولا حاجه فيها والو صاحب السجل التجاري تعاقب على هو مسؤول على السجل التجاري تاع كراه ما عندوش دراهم أكره كراه ولا خير سيد, سيد بن يعقوب سوف نعود لهذه النقطه بعد قليل لو تكلم لك برك عن الكومونديتير في في السؤال اريد اجابه واضحه سيد بن يعقوب كيفاش سيد بن يعقوب تكلمنا وقال السيد سليماني بان هذه الجرائم او هذه الملفات التي تقادمت متعمده من قبل مسؤولي اداره الجمارك، ما رايك؟ هو حتى اللي عندهم سجلات تجارية راهو على بالهم اللي تقادمت والله ما يعرفوا يقراوا سنيو بصباحهم صباحهم وعلى بالهم بالتقادم. تقول له الماده يقولك في الجزائر الماده سبعه وسته وسبعه وثمانيه على ما يبدو لي هما يقولوا بون هكذاك وفي الجمارك 266 وابتداء من هل نعم. يسجلها؟ كاين منهم اللي ما يقراوش وكان على باله كل خبايا الامور يقول له واش القضيه نتاعها وماتت عند لادون كيف آه كيف كيف قادمت ماتت قادمت راحت ما تجيبها خلاص فاتها الوقت ما كاش 20 مليار 5 ملايير 6 ملايير كما كي دويت قادم هل فات الاوان على استرجاع هذه الاموال؟ انتهى الامر يصبح المسؤول عليها مسؤولي اداره الجمارك فيما يخص تبديد المال العام هو راحت بصح تخلص لان اقل شيء واش نقول انا هنا ادنى شيء الاهمال في التسيير لا سيما على يعني انت مسؤول تفضل نزيد سيدي انت مسؤول ويراسلك واحد ويتكلم لك على التقادم يراسلك برساله ويزيد ما تجاوبوش يمشي للصحف ويكتبها وما تجاوبوش وتخلي القضايا تقادم واش معناتها هذه كي تكلم انت على انسان انا نجبد لك قضايا الدرك نقدروا نجبدوا قضايا نتاع 2005 وعلاش قلت لك التزمت الصمت في 2005 نعم وعلى بالي بالمدير الجديد هذا انا ما نعرفوش عمري ما راسلته كل صراحه مدير العام للجمارك سي إيه أبو سيد محمد عبدو بدرباله ايه جا في نعم. 26 جوان على نعم ما يبدو لي 2006 ما راسلتوش والو ما حبيت لماذا سيد محمد جبت روحي انا خلاص جبت روحي ما نقدرش نخدم مع هاد الناس ما نقدرش لازم ندير كيما هما دير كيما جارك ولا حول بلا بدارك دونك جيت ناضل جيت نحارب وحدي نعم وجدت نفسك نعم. والعيلة تاعي تفرت فيهم للان سمعني ربما ما قالش اشياء انا نعرف نروح له للدار على كل حال منذ سنين نعم. ويبقى صديق على ذكر ون... ذلك كيف التقيت بسم... مع سيد بن يعقوب ونفس... سيد تلاقينا والله تلاقينا في التلفزيون في نوفمبر آه 22 نوفمبر 2000 2000 نعم. والله ثم وين عرفته <applause> سي يحيى راسلته تسمحي و... لي امس قولها لك باش يتف... باش المشاهد الكريم يعرف فهم ومعرفه خبايا هذا أه بن يعقوب نعم قلت نعم. لك ابو مدين طلعت مع ولد راك ضده قال كلمه قال لك اللي ادوا تبكى بكى قال لك اللي ادوا الواجب هما اللي ماتوا احنا اللي احنا حيين ما اديناش الواجب انا يعني مع دوك الحيين اللي تمنوا يموتوا انت بلغت بدافع انك بدافع وطني سيد يعقوب وطني بن نعم. وطني وما حتى واحد يعقدني وطني ونبقى وطني حتى نموت وطني ان شاء الله واش داروا نتحداهم الى كاش ما داروا ملفات وبعثوا ولا عاد نعم سيد بن يعقوب كيف يتم استغلال الأسماء المستعاره في سجل التجاري؟ في ملف تصدير النفايات الحديديه وغير الحديديه ندخل ندخلك في, في قانون جديد لان على بالك القانون ولكن سيد يعقوب قبل ان نتكلم في هذه النقطه ادعو الساده المشاهدين لمشاهده هذا التقرير الخاص الذي اجرته قناه الهوكار مع السيد مصعود بقاح المدير النائب في مديريه التجاره الخارجيه ابقوا معنا انا افند بصفه قطعيه هذا الشيء لانه انا نجدد ناكد لك مره اخرى وبصفه رسميه لا. ان كل متعامل اقتصادي نشط في المرحله في المرحله من 2007 الى 2009 في هذا في هذا المجال الا وكان معروف على مستوى كل مصالح وزاره التجاره ومصالح الجمارك يعني اللي معروف يعني بمقر الاجتماعي بصاحب الشركه حتى وسائل النقل تاعو عندنا يعني البطاقات الرمادية وعندنا قبل ما نمنح دفتر الشروط يمشي تمشي فرقة رقابة من مديرية المختصة إقليميا يعني مقر الاجتماعي للمتعامل الاقتصادي مثلا في وهران أو في عنابة أو في, أو في أو في البليدة يقوموا بمعاينة ميدانية للمقر الاجتماعي للمتعامل الاقتصادي يشوفوا مقر مكان تخزين النفايات ويشوفوا كل ما يلم باللي السيد هذا يستوفي الشروط القانونيه المطلوبه لممارسه النشاط حتى تقوم العمليه نعم يعني تفلت يعني اتكلم بصفه رسميه على المرحله اللي كان إجراء التنظيمي صار المفعول من 2000 من ابريل 2007 حتى 2010 ما كاش يعني واحد كان ينشط خارج اطار قانوني سيد بن يعقوب سيد بقاح مسعود النائب في مديرية التجارة الخارجية أكد من خلال الحوار الذي أجريناه مع أنه لم يتم تسجيل أي تجاوزات متعلقة باستغلال أسماء المستعارة في السجل التجاري في تصدير ماده النفايات الحديديه وغير الحديديه من سنه 2007 الى غايه 2010. هل هو قبيل الحريق؟ وكيف يعرف اسم مستعار ولا مش مستعار؟ نعم. كيفاش يدير يعرف؟ انا نعطيك معلومات نقول لك كاين اسماء مستعار. يخرج يجيب سجل تجاري ويجيب دفتر الشروط ويدير فيه أمية ألف طن ويبقى له يخدم به. يخدموا به من, من البور تاع ميناء تاع وهران 2000 طن 3000 طن هو مش تاع كان عنده راه كاين انسان معروف تاع صحف الصحف وعندي معلومات ويخبروني نعم. الى قام تحقيق وهذا الى هو يقول ما كاش انا نقول كاين كيف يتم استغلال الاسماء المستعاره؟ الاسماء المستعاره شوف نقول كيف كيفاش هذه نص عليها القانون في قانون مكافحه الفساد 0601 نعم يتكلم على لو كريم ترونس ناسيونال يعني الجريمه المنظمه فيها مختلف انواعها تبييض الاموال الى خيره الى خيره بيع فيها الى اخره بزاف الحوايج المهم كي انطلقوا من الماده 2 من قانون العقوبات يعني ما عندهاش الاثر الرجعي الا واذا كانت في صالح المتهم هنا في قانون مكافحه الفساد يبدو لي باللي الاختلاسات ولا اموال الخزينه كي كي تختلس وتروح للخارج لن تسقط بالتقادم الماده 54, مقام ما عقلش 54. آه. من قانون ما عقلت عليها مليح 54 إذن اذا من 2006 نعم يبقى صاير مفعول على بالك ديكري اكزيكيتيف ثلاثه سنين يوم سيد رئيس الجمهوريه يعني عقلها له 22 نوفمبر 2006 في نفس السنه اريد الجواب سيد لا لا هذا المشكل الكبير وهو مشكل نتاع الاسماء المستعاره مع شركه اجنبيه في خصيصا للاسماء المستعاره كيف يتم التامر يا كلش كل يوم يقول لك باللي انا نوضح حد هاو هو يقول لك باللي مجدد مثلا ميزار التجاره ماشي عيب كي ننقدو انا ولا نقول له غلط ولا غير ما يلزمش يشوفها بيجوراتيف لا مثلا يقول لك يجدد رجيس كوميرس اللي يصدر كل عامين سقسيتهم تما مدير ما سقسيتو قال لي على جل الاسماء قلت له نروح كل شهر نخلي ندير لك زوج سجلات تجاريه سيد, سيد بقاح اكد انه دفتر الشروط يتم تجديده كل سنه ونصف اظن سنه لا سنه, سنة وبعدين وبعد يروح ثاني نعم. محليا على الدي سي بي ويروح يدير وكذا ما أسك... نعم. هل كل جبت ثمار وانا عرفت قعدت نضحك ك... نهار قالوا لي دفتر الشروط شو يعني هما شروط اللي كونديسيون وش ما؟, ما عندهم حتى علاقه باش يمشوا لا فرض بكل صراحه يعني دفتر شرط عباره على ورقة تعمرهم وخلاص بيروقراطيه وقد ما تكثر البيروقراطيه قد ما تكثر الرشوه قد ما تنقص البيروقراطيه قد ما تنقص الرشوه نعود مشاهدينا الكرام لمشاهده هذا الحوار الذي يتطرق فيه السيد بقاح السعود لاسباب حظر ماده النفايات الحديديه وغير الحديديه سوف نعود سجلنا بعض تجاوزات, بعد 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 تجاوزات من خلال تبينت من خلال بعض التحقيقات اللي قمت بها مصالح آه. وزاره التجاره ومصالح اخرى يعني في يعني مصالح الرقابه من بينها التهرب الجبائي بصفه عامه اوليه هنا هناك تصريحات خاطئه فيما يخص قيمه المبادلات يعني يصرح بمبلغ عند التصدير ولكن عند المبلغ الحقيقي الذي قام به العملية غير يفوق بكثير المبلغ المصرح لأنه هو المتعامل الاقتصادي ملزم بإعادة توطين عائدات عملية التصدير في أجل قانوني لا يتجاوز 120 يوم طبقا طبعًا في السابق طبقا لتنظيمات بنك الجزائر <applause> لاحظنا يعني من خلال التقييم انه في بعض المعاملات كانت النسب القيمه المصرح بها لا تعكس القيمه الحقيقيه لعمل التصدير وسجلنا كذلك بعض على مستوى بعض المتعاملين تحويل غير الشرعي لرؤوس اموال نحو الخارج سيد بن يعقوب، السيد بقاح تكلم عن أسباب حظر مادة النفايات الحديدية وغير الحديدية في الجزائر. ما رأيك في ذلك؟ أنا أولا نجاوبوه ونحترموه، ما نعرفوش مستوش نعم. هما يقولوا ما هي الأسباب اللي خلتهم يديروا الحظر؟ معناه في تجاوزات. والتجاوزات يتكلموا عليهم في ليفازيون فيسكال. تهريب الجبائي وشي خطير جدا. وعنده وعنده شوف تهرب الجب تهرب الجب انا كونفوندي مع خطرت مع ماليش ماليش لا لا تهرب تهرب لا اترك السيد يعقوب نهضر على ليفازيون فيسكال كنت في نعم نعم تهرب الجبال تهرب الجبال سيد سليماني من فضلك تفضل السيد يعقوب ليفازيون فيسكال تهرب ما يخلصوش لي امبو تاع نعم باش الشعب يفهم ما يخلصوش لي امبو وليزامو لي بزاف منهم لا تي فيا سورتو لا تي فيا تاع الخزينه راه في الجنايات هذه جنايه لي فوس ديكلاراسيون سور لي فالور دو ترانزاكسيون هذه وزاره التجاره تقولها ومختصين على ترانزاكسيون واش معامله صفقه وزاره التجاره تعرف هذه الحوايج هما يقولوها مروحهم، اللي لي ترونسفير اي لي كو دو فون فير لي هذا كلامهم كيف يا ربي يا عل ترى من جهه يقول لك باللي حنا ما 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 كاش لي بريتنون لي بريتنون غير هما اللي كاين نقول لك الخدمه هذه نصارحك هذه الخدمه يا ربي تكفي 20 جزائري الا الا فاتو اكثر معناه يجي يقطعوا لي كابل وذاك يولي الطالب اكثر من العم. لكن السيد السيد بن يعقوب هو السيد بقى اكد انه اسباب الحظر تمت او تم اصدار حظ ماده النفايات الحديديه والرقائق الحديديه في سنه 2010 بالصفه النهائيه ناتج بعد التحقيق الذي قامت به وزاره التجاره وكشفت بان هناك تجاوزات خطيره منها التصريحات الجمركيه المزوره من حيث القيمه النوع والوزن وتحويل العمله الصعبه الى الخارج عدم استرجاع العمله الصح نعم هو قال تحويل. تحويل عدم استرجاع نورا باتريمون دي تحويل سيدي هذاك اللي باتريمون دي دوفيز معليش نتكلم عن تحويل ماشي كيف كيف لا سيدي 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 ماني فلتترك سيد, 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 سيباني. سيد, سيباني. فلت سيد بن يعقوب يتكلم سيد بن يعقوب تكلم السيد بقاح عن تحويل العمله الصعبه الى الخارج درك انا نشري حاجه هنا باش يفهم المشاهد الكريم نعم نشري هذا السيلو هنا ونبعثه للخارج والعمله الصعبه باش تجي هنا تبقى لهيه ما نجيبهاش معناه تهرب على يكسب دوفيز على حساب الخزينه وهاد الناس اللي يبيعوا هاد المواد الاوليه للخارج انا شحال من في الرسائل تاعي كل شيء كاين كتابيا يرسلوا لهم المواد يعني اللي مثمنه وغاليه ومطلوبه في السوق الدوليه ويزيدوا يخلوا المقابل تاعها في البنوك ونكتب لهم في وفي الصحف وفي كذا ما يجاوبوش الى مع الاسف الشديد يعني درك انا مانيش يعني ضد واحد ولا ضد انسان يقول الحقيقه قداش نقعد نكذبوا الى متى وين رحنا رايحين وين راحنا رايحين بالكذب هذا ما كان شوف هما حضروا شافوا الحضر كان لان كانوا الاسماء المستعاره ونعرفهم واحد واحد وشوف لكن لم يتكلم عن الاسماء المستعاره سيد غير على الاسماء المستعاره انا نقول كاين اسماء مستعاره هل لديك و... ادله؟ بيسير كاين ادله وراها عندهم هل يمكن ان تثبتها؟ انا نثبتها كي نقول لك انسان عنده 100 طن في كان كان يبعثها لي لعندي انا اسمع نعم. كنت رئيس لجنه التحقيق والمتابعه الجمركيه كان يعطيها لي باستمرار وضبطناها وموجوده وبكثره هل تكذب ما قاله السيد بقاح سيد, سيد سليمان؟ هو حر فيما يقول انا راني نقول لك نعم. واقع هو حر انا ما نقول لكش نكذب ولا صح انا ها الواقع والمشاهد يحكم سيد بن يعقوب تؤكد ان نشاط تصدير الفيات الحديديه وغير الحديديه قد سبب تبييض الاموال نعم وانا نطرح سؤال على وزاره التجاره ما هي الاسباب اللي خلاتهم ماشي ياك يا اخي تعرفوا باللي كانت ترونسيري نعم. لي سيت تعرفوا باللي كانت تزوير هذا إيه علاش وقفوا ولم كيفاش ثاني على بالك وقد يعني تم تمت مخالفه يعني لوائح البنك المركزي ايضا شوف بنك المركزي عنده وقت باللي شفت انا نقول لك انا نرجع نعم. حاجه بلا هذا راهم كي يشوفوا هذا يبعثوا لي مديرية العمل جمارك في والولاية في كل ولاية الجهوية يعني يبعثوا البنك المركزي يرجعوا يبعثوا لكن اللي زامبو هنا احنا نتكلموا على تبييض الاموال ولا ولا ترانسفير الي تاع الفونس تدير تهريب يديروا رؤوس اموال بالعمله الصعبه على حساب الخزينه العموميه هذا الشيء كاين وحاجه طبيعيه وحاجه يعني الجزائر معروفه بتبييض الاموال وكنت نقدر نجبد حتى يعني في رساله ما كان ذاك الوقت باختصار شديد سيد بنيامين تكلمت عليها وتكلمت عليها على المخدرات هذه الافات هذه في 97 كان السيد يمين زروال نعم, نعم. سيد سليماني هل تم اكتشاف مثل هذه الملفات في اداره الجمارك المتعلقه بتبييض الاموال؟ والله اكتشفنا ملف خطير وخطير جدا نعم اذكره يعني ذكرتنا باش نذكر الساده المجتهدين المشاهدين نعم والمجتهدين باش يشوفوا نعم. يستعدوا نعم. كيف, كيف يجوزوا كلا المصطلحين في سنة 2000 فيما اعتقد و1 2002 اكتشف البنك بنك من بنوك الجزائرية بأن يعني است يعني تحويل عملة صعبة لا مثيل لها له وكان للأمانة التاريخية كان موظف البنك كان جمركي سابق نعم اللي هذه الأمور لأن لازم لدوان تبعث وتأكد بال واش وجدو؟ وجدوا الناس شبعت دراهم شكاير تاع الدينار وعاد ما تحسبش لان في السابق واش كانوا؟ كانوا يديروا لفوز فوس ديكلاراسيون فالور كي هذا باش ما يخرجش لي بزاف كانت كثيره كي شبعوا دراهم شكاير عاد يحولوا فيهم ما جابوا حتى مسمار لا ديكلاراسيون تاع الادوان مزوره والحمد لله رضوان ما كاش ماهيش طرف ما باش يقولوا له يعني الخواتم تاع لي كوميسيون اندوان تاع المصرحي الجمارك مزوره نتاع البنك مزوره كل شيء مزور ما جابوا حتى بضاعه ما جابوا حتى مسمار شحال المبلغ هذاك وبعثناه للسيد رئيس الجمهوريه في 2001 اوت 2001 20000 مليار سنتيم هل وكيد. اتخذ رئيس الجمهورية إجراءات؟ رئيس الجمهورية يا جماعة كين بنك نعم كين لي زامبو كين لادوان نعم. هو تخبره بالصح أوتوماتيكي انت تخدم خدمتك راه يجي لك يقول لك واش درت ولا ما ش درت ما نحملوش هو المسؤولية بكل بكل مصداقية نعم سيد سليماني هناك شركة جزائرية قامت بتصدير مادة النفايات الحديدية وغير الحديدية إلى إسرائيل كيف تم ذلك؟ والله كل شيء كل شيء بالثبات هذه شركة يعني جزائرية يعني والدولة أعطت لها الإعفاءات الضريبية وأعطت لها كل شيء حتى كما أقول لك النقل البحري هذه اكتشفنا هجت معلومات في 2002 نعم. فإذا به شركة جزائرية تخرق الحظر المطلق مع بين إسرائيل والجزائر نعم. بل خرقت سيادة الوطنية وطنية. نعم. كتبنا يعني كانت المعلومات باللي يبعث القبرص في عن طريق الميناء تاع لي ويبعث الحيفا الاسرائيلي اسرائيلي مم. والجمارك القبرصيه اكدت كل هذه المعلومات والملف موجود وحتى كي عدنا راحين نديروا له المنازعه حتى بعض العناصر قال لك ما كاش لي ليمون ليغال يعني هل لديك ادله عندي بيان بي سور نحضر هكذا نعم آه قال لك ما كاش ما كاش الركن القانوني لان الماده الاولى من قانون العقوبات تقول لك لا عقوبه ولا تبرر الا بقانون, بقانون. اخي يعني شفنا يعني جماعه يعني بارك الله فيهم عطاونا مرسوم المؤرخ في 1688 مرسوم رئاسي غير ما غير منشور نعم ودرنا له منازعه واكثر من 30 مليار وحكموا لي حتى في مجلس قضاء الجزائر في محكمه الجزائر ومحكمه مجلس قضاء الجزائر اكثر من 30 مليار والسؤال المطروح انا ما نتابع حتى واحد سمحي لي نعم تفضل هل نفذت عليه الجمارك ولا ما نفذتش؟ نعم. هو وعشرات المئات لان في هذا المقام يجمع الدعوه الجمركيه ولا الدعوه العموميه في مخالف التنظيم النقدي ولا في الملف هذا ولا مخالف الماده 266 ميت تتقادم الدعوه الجمركيه ثلاث سنين ابتداء من تاريخ ارتكابها وفي مخالف التنظيم النقدي الماده الثامنه من قانون الاجراءات الجزائيه ثلاث سنين كيف كيف اما تقادم العقوبه يا جماعه راه خمس سنين راك في عند سيروره الحكم أو القرار القضائي نهائي حائز نعم. لقوته شايف في المقضي فيه يفوتوا خمس سنين راح كلش تبقى لي حكم المادة معاق... سمعي المادة 614 من قانون هل تمت معاقبة هذه الشركة؟ هل تم تنفيذ الحكم القضائي عليها؟ نقول يعني لك راني نتساءل أنا راني برا. نعم. جابوا لي هذه المعلومات جمهوركين شرفاء يعني باش نتكلم عليهم. ما راني برا معلي أنا نهار كنت كنت ننفذ <applause> نعم. بكل صراحه ويعرفوني الجمركيين كيف كنت انا نبعث كاينه قضيه انا قلت له دير قضيه اكس او نعم. يعرفها سي, سي, سي محمد نعم. هو اللي يعطيني المعلومات نتاعها هل يمكن ان تعطيني انا اسم الشركه او اسم مسيرها لا سيد لا. لماذا؟ لا سريه التحقيق انت انت اليوم متواجد معنا سيد سمحيلي. سليماني من اجل الله. كشف الحقائق بارك الله حقائق نعم. حقائق انا ما جيناش احنا باش يعني نوسخوا سمعة الشركات ولا سمعة الأشخاص جينا نهضروا على وقائع جينا نتكلموا السلطات العمومية في الدولة أرواحوا ديري تحقيق راني واجد سيد سمح... المستور سيد سليماني سي... ماشي على حساب الشركات ولا حساب الأشخاص نعم. أرواحوا لينا أرواحوا نعم. جيبوا الدرام تاع الدولة الدرام تاع الشعب راحوا وراه مؤسسات المكلفة نعم. بالرقابة وراه مجلس المحاسبة وراه المفتشية العامة وراه ديوان الوطني لمكافحة الفساد وراه الوطني لمكافحة كل هذه المنظمات ما نمدلكش والرغم هذو يا عاقي يبقى الانسان انا عبد ضعيف انا زبروني ومازلت نعم. ومزلت نهضر دي والناس كاين في المناصب نتاعهم سيد سيد اسمحي ي... لي اسمحي لي في المناصب نتاعهم يضرب بس بس 20 مليون 30 مليون وراقد الكروسه والشوفر والله ما على آه. سيد بزاف سيد 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 بن يعقوب كيف تم اكتشاف الشخص الذي كان يعمل في مجال تصدير مادة النفايات الحديديه وغير الحديديه في الشرق الجزائري إيه؟ وبالضبط في عنابه ايه في طبق عنابه إيه؟ نعم هذا انا على بالي به كان كان تجرب بخساره معناها كي يصدر يشري هنا بضايع العكس تاع النفايات غير الحديديه نعم هذا كان بعد غير النفايات الحديديه كان يحمل جنسيه اسرائيليه يا سيد بن يعقوب هو دخل بجنسيه فرنسيه نعم وكان يخدم مع واحد شركة موجوده في تركيا اسمها كروستريد نعم ومن بعد دخل معهم في في منازعات مصالح تنافات شكوا فيه وانا الشك تاعي كنت المعلومات عندي هذا هاو على بالهم ما على بالهم شنو له روح ما كانش يعرف لي 5 سير 5 جامي جي راتي ماسيل ومن دل... من ظلمش نعم دونك على بالي بدي السيد باش راه يبيع وعلى بالي بالاسعار وعلى بالي واش راه يسترجع حتى لذاك يعني كان يخدم بالخساره الواحد كي يدير التجاره باش يربح مش باش يخسر اهم التجاوزات التي قام بها هذا الاسرائيلي شوف التجاره تاعو احتكر السوق يعطي الاسعار المخيره ويبيع بالخساره انا تما تبيد الاموال فقط به كيف ذلك؟ كيف كان يقوم بهذه التجاوزات يعني بدا يصدر بالخساره و بعد داروا بحوله بزاف الناس اللي أنا كان يمد الاسعار يعني ما يحسبش بلا دراهم يعني هنا تدخل الاموال سيد بن يعقوب هل قامت السلطات الجزائريه بقبض على هذا الاسرائيلي؟ شوف واحد التركي عمر هو المهم قال لي كيفاش الجزائر تقبل واحد اسرائيلي يحمل باسبور اسرائيلي ويدخل الجزائر قلت له ما على بالهمش تمام موش غير عنده جنسيه فرنسيه على بالي ولا كارت كونسيلار ستان فرنسا وانا عمري ما هل قمت عنه سيد لا لا بعد اعطاني الباسبور وتاكدت نعم وكان عندي ديجا كيبيع بالخساره باسكو ناقشته في الدار نعم قلت له كيفاش في شركة كروستيف كنتو تعرفوا بلي يخدم بخساره هل يعني. لديك جواز سفر لهذا الاسرائيلي؟ جو موجود بيان موجود جواز سفر وعطيته نعم. المصالح الرسميه وصح وتابت الى اخره من بعد انا اللي حاجه اللي بقيت مخلوع فيها الجمارك ما داروا والو زاد خطرة بلوكالو بابور ولا يدخلوا عليه ناس ينزل يدخلوا عليه انسان كيما هذا بقيت مخلوع انا يعني بكل صراحه حتى نسمع به لا. آه ما نقول لك سنه من بعد ولا اقل من سنه باللي المصالح نتاع الامن العسكري اللي تابعين قسنطينه آه هما في عنابه سيتيري حكموا وعطوه للشرطه القضائيه وحيل, تحت... على وحيل على العداله وحيل نعم. على العداله وتم يعني سجنه مؤقتا اين هو الان سيد بن خرج في حاله كان في حاله افراج مؤقت ومن خرج على المغرب نعم المغرب عاود راح ل... في الاردن دخل اسرائيل دار صريح في جريده الحياه عند كورسبوند باللي انا كنت نتعامل في الجزائر بالرشوه نعم سيد سليماني نعم. مسؤولو اداره الجمارك كانوا يعلمون بتواجد هذا الاسرائيلي في الجزائر ب... نعم ما رايك لا احنا هو دخل بجنسيه فرنسيه ما يعني او بالنسبه لنا كان ينشط كجل... بجنسيه, بجنسية فرنسية, فرنسيه نعم لكن الشيء الغريب كانوا الناس يعني الشيء اللي دخلوا عليه ومنهم وزير سابق دخل عندي يعني هل يمكن أن تذكر لنا اسم لا الوزير؟ لا 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 قلت لك الأسماء الأسماء نعم كي ظل تحاولي مادي حتى اسم. سيد سليماني ما هو تفسيركم لأحكام المواد رقم 45 46 47 وكذا أحكام المادتين 29 54 من القانون رقم 06 01 المؤرخ في 20 فبريم سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته؟ شحال نبعد باش نجاوبك؟ باختصار شديد سيد سليماني شوف هذه المواد يعني هذا القانون قبل هذا سمحيلي لي قبل ما هذا القانون صدور هذا القانون كانت المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية هي التي تنص على أن يجب على كل موظف أن إذا وصل إلى علمه ارتكاب جنحة أو جناء أن يخبر نيابة العامة ولكن العقوبة ما كاش ثم جاء يعني القانون 0601 نتاع مكافحة الفساد اللي انبثق من اتفاقية الأمم المتحدة اللي توقعت في 31 أكتوبر 2003 واللي مصادق عليها بالمرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 أبريل 2004 يسمى عندها قوة هذا هذا راه من اتفاقية دولية الآن نروحوا للمواد واش يقولوا له المادة 45 المادة بمادة بكل اختصار المادة 45 تحمي المبلغين والشهود اللي يبلغوا على ملفات الفساد فساد. ومن ترى أن تعرض إليهم له عقوبة من ستة أشهر إلى خمس سنوات ولكن هذه العقوبة في الميدان لا شيء ونتحدى أي يعني جهة قضائية ولا إدارية طبقتها مكاش لماذا؟ لأن الآليات انتحى مكاش نعم ولأن النصوص كي نقول الآليات نقصد بها النصوص تطبيقية مكاش روحوا للمادة 46 ستة وربعين يعاقب بالحسم من ستة أشهر إلى خمسين كذلك آه كل من أبلغ عمدا يعني هذه الطبقة كل من أبلغ عمدا وما مدش الدليل يتعاقب من كذلك يعني من ست اشهر الى خمس سنوات هذه لو كانوا يلقاو عليك حاجه يطبقوا كان لو كان يلقاو عليه حاجه يطبقوا عليه كان يعني هل يمكن اجراء مقارنه بسيطه مع نص الماده 29 من هذا من هذا لا. القانون مع احكام مادتين 119 و 119 مكرر اسمك اسمك سيد سليماني باختصار شديد ما كملتلكش 47 وهي تفضل. الاساس باختصار شديد سيد الوقت راك طرحتي عليا سؤال خليني نجاوب تفضل لضيق الوقت سيد سليماني تفضل الماده 47 نعم كل شخص يصل الى علمه هنا عكس الماده 32 اللي ما تعاقبش تاع الاجراءات الجزائيه كل شخص وصل الى علمه وقوع جنايه او جنحه وما يبلغش عليه السلطات العموميه راح يتعاقب يعني من 6 شهور الى خمس سنوات كذلك وش يطبق لك هذه انا نعطيك مثال بالجمارك انا وليت مثال بارز يحتذى به كل الجمهوركين يقول له مدير مركزي وبلغ للرئيس نعم. وبلغ رئيس الحكومة أو وشوفوا شسرة له لا نبلغ ما يبلغوش وعنده الحق ما يبلغش يتصبر شوفوا شسرة لي أنا وليت مثال لأن الحماية مكاش يعني إن شاء الله في المستقبل تكون حماية على ذكر الحماية الحكومة اقترحت الأسبوع الماضي أو مؤخراً اقترحت يعني مشروع قانون متعلق بحماية المبلغين عن الفساد والشهود وهذا بأمر من رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة ما رأيك في هذا المشروع؟ والله ذكرتنا في حاجة مليحة أنا طلعت على هذا يعني وتكلم عليه سي الأستاذ برقل قريت المقال نعم. وسي قسنطيني يعني قانون في القمة ولكن هل يتجسد؟ وقت يخرج هذا القانون؟ وقت يجي؟ هل يدير اليات لحمايه المبلغين ونقولوا الهويه والسكن ما نطلبوا السكن نعطوا حقوقنا برك ولكن يعني نطلب من السيد رئيس الجمهوريه في هذا المقام من هذا المنبر الى خرج هذا القانون يديروا باثر رجعي باش انا ربما تكلمت سي محمد تكلم كاين اللي ماتوا في صمت كاين اللي ماتوا يعني بفقر مدقع كاين اللي م. ما قدروش يوصلوا راح معاهم هذاك الغمه والحقره والظلم للقبر يتحاسبوا عليهم الظلمه والظالمين هذو يعني كثروا حتى يقول لك في حديث شريف قدسي نعم يا عبادي لقد حرمت الظلم عن نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا ويقول سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص في الابصار. الايه 41 من سوره سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام. اذا اذا سن المقارنه مازال تفضل تفضل الماده 29 هذا من غريب الصدف ان الماده 119 119 مكرر واحد كانت جنايه نعم أكثر من 500 اختلاس أو سرقة أو نهب خمس أكثر من 500 مليون سنتيم تعتبر جناية، والجناية تتقادم بمرور 10 سنوات والعقوبة تتقادم فيها 20 سنة، فإذا بها رجعنا اللور هذا القانون أنا كرئيس كرأ موطن نقولوا ولا يعني كل جنح ما عدا الاستثناء الوحيد اللي جالو اللي داروا في الربع المادة 54 يقول لك نعم تتقادم الدعوة العمومية في في يعني في الجرائم المرتكبه في المنصوص عليه في الماده 29 بمرور 10 سنوات هنا الاستثناء والاستثناء لا يقاس عليه ولا يجتهد فيه اما العقوبه ما نصش عليها نعم. خلاها خمس سنوات نعم سيد بن يعقوب ما رايك في هذا المشروع المتعلق باليات حمايه المبلغين عن قضايا الفساد والشهود شو نقول لك انا جسد نعم اما اليوم من هذا المنبر على بالي وش راه ضد الاقتصاد الوطني. نعم. سيد سليماني لجنه التحقيق والمتابعه الجمركيه قامت بعمليه جرد لملفات الخاصه بتصدير ماده النفايات الحديديه وغير الحديديه وذلك من سنه 1994 الى غايه 2000 نعم. وقد احصت 2932 ملف نعم. ما مصير هذه الملفات؟ اين هي هذه الملفات؟ والله سؤال وجيه جدا. احنا حسيناه كنت رئيس اللجنه وحسينا هذا العدد نعم 2932 ملف ما بين 94 الى 2000 نعم المصير تاعها بعد خروجي من اداره الجمارك في 21 ديسمبر 2003 نعم وهو يوم تاريخ تاريخ بالنسبه لي تاريخ يعني لا انساه طول حياتي كيف خرجت خرجت من اداره الجمارك هنا نقول نوجه سؤالي مباشرة إلى السيد وزير المالية السيد محمد جلال الجديد مباشرة يجمع جماعة راه تهردت راهي تهلكت الأمور أبعث لجياف وأنا المسؤول واعتبر يا يا سيد الوزير بأن هذا النداء بمثابة إبلاغ عن الجرائم تبقى لحكم المادة 47 من مكافحة الفساد وسطر العجائب نصها قدمت وتقطعت وراحت ونتحدى مسؤولي اداره الجمارك وعلى راسهم السيد المدير العام للجمارك سي محمد عبد ان يجيب لي هذا هل العدد. تم هل, هل تم اتلافها عمدا سي سيماني بدون وكي تروح ماهيش عمدا إتلاف التقادم انا بالنسبه لي عمدا نعم سمحي لي تفضل هنا ولكن لازم كي يبعث تقنيين لجنة لجنة خبراء التحقيق ماشي قال راح أت... انا شفت السيد أه وزير الم... وزير الم... وزير الماليه السابق سي كريم جودي كان طرح عليه السؤال من السيد مهدي القاسمي النائب نائب عن حزب دي والجمارك هي اللي حضرت له الجواب يعني عموميات بعثنا 60 و400 لهي عموميات وخ... ما كان حتى حاجه ملموس انا نقول لكم لجنه التحقيق 2932 ملف نتاع تصدير جيبوهم لي اني باراني وجيبهم لي مصدر بمصدر وجيبهم لي ديكلاراسيون بار ديكلاراسيون التطور الاداري والتطور القضائي تاع هل تتحداهم نتحداهم نعم. وهنا نزيد تحدي, تحدي الاخر نعم. ووجه ندائي الى السيد نائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر واللي يعتبر بمثابه ابلاغ طبقا لاحكام الماده 47 ان ان يباشر ان يحرك الدعاوى العموميه في هذا الملف. هذا الملف راني نقول لك القيمه نتاعو 15000 مليار وهذا الشيء كتبناه رئيس الجمهوريه اين هي 15000 مليار نقولوا ما بين 12000 و 15000 15. جيبوا لنا 12000 ونتحداكم وكل هنا وقع جريمه في هذا الملف وانا اللي خلصت عليه الاول سيد سليماني هل بلغت رئيس الجمهوريه حول على عن هذه الملفات بلغته بلغته ولكن الشيء اللي مش هو هو بلغته نعم. على لو كان تاعي ادمنستراتيف حاله الاداره ماشي هو اللي تبع الملفات يا جماعه انا كتبت على جال وشوفوا شرالي والعقوبات اللي تعرضت من جراء في الملفات اما هذو كتبتهم وزير الماليه المتعاقبين رؤساء الحكومه ثلاثه ولم يفعلوا شيئا مع الاسف شديد لماذا سيد سليماني سؤال يبقى مطروح هنا هنا لوجيسيال تاعي ما قدرش يجاوب أه سيد سليماني ما مصير اعضاء لجنه أه لجنه التحقيق والمتابعه الجمركيه والله تقريبا قاعد تعاقبوا مساك في جرتي والله الله اعلم انهاء المهام وكلم يمسك بدون نعم. بدون ما مسؤوليه لليوم مع الاسف شديد اقول هذه الكلام الا انا تعاقبتهم على همسه ربما هذا اللجنه كانت تجيني الناس كنت نخدم والله في ظروف جهنميه يا سعد نطلع المكتبه غير كل, كل اللي راح كل اللي راح مانيش عارف استغفر الله الحبس لقيت مضايقات من كل الجهات وخاصة دخل بعض لا اقول كل بعض المسؤولين، انا راني نعاود نقول باللي المستوردين المصدرين بارك الله فيهم يا خويا يحب يربح الله يسعدك، بالصح لو كان ما يلقاش الضعف عندنا ما يديرش هذا الشيء. نهار نهار نهاو اللجنه وزبروني no. ونحاول اعضاء ولغاوها بعثوا الملف هذا بعثوا الملفات هذه كل كانت كانت مجمعه بامر من السيد النائب العام هذا مش اللي موافقته باش نديروا كل الملفات no. الشكاوى في محكمه سيدي محمد no. يعني بمجرد دو فرازون فرونسي لو تيليكس نتاع 15 مارس 2004 يرجعوا هذه الملفات كل مصالح الخارجيه بالك نسات قطعت فطري وهذا اللي مسنيه لازم 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 يعطينا حساب وش اللي قالوا الامر وهل تبعنا السيد مدير مكافحه الغش زيد السيد يعني الغريب في الامر في هذه القضيه من 15 مارس 2004 واللي مكلف بالمتابعه تاع القول اللي درت معاه هنا هو مدير المنازعات وممثل اداره الجمارك لدى العدل اللي خلفني يتبع من 15 مارس 2004 يدير المعلومات اللي عندي حتى 9 ديسمبر 2007 باش نعم رابير ولا ما بعثتوش، يروح تقدمت كلش، زيد نزيد كلمه سمحي لي انا طالعت على البرنامج الانتخابي تاع السيد رئيس الجمهوريه واللي واللي راه الان لازم يجسد يقول في محور مكافحه الفساد والرشوه يقول ساسترجع اموال الشعب المنهوبه سيد ماني الاموال التي تم نهبها من الخزينه العموميه هل سيتم استرجاعها مستقبلا؟ سمحي لي نقول هذا الاحكام النقطة جد مهمة. سيدي هل سيتم استرجاع هذه الاموال؟ منين نجيبوه؟ راح اللي 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 من التقادم وتقطعت ملفاتهم راحوا لازم يتعاقبوا المسؤولين الجمركيين اللي تسبوا في هذا الشيء لا اقول لكل اللي كيدير تحقيق ويجبدوا الملفات الملفات موجوده نعم. اذا قلت لك محور رئيسي نتاع مكافحه الفساد تاع برنامج سيد رئيس الجمهوريه اجمعها هي برنامج تاع رئيس الجمهورية نعم يدعو له. وفق مكافحة عليه الفساد نعم مكافحة الفساد يقول سأرجع الأموال المنهوبة أروحوا بدوبية يا سيدي في الملف هذا 15 ألف مليار أروحوا يلا واحد ما يتحرك يعني هذا الأموال الشعب تنهب وتسرق وتقطع وتمشي نهضر حتى بالدرجة وما تحركوش ما تخافوش ربي نقول لكم إلا نهبتوا الأموال وسرقتوا هذا الملايير نعم والله يا كي تموتوا والله يا يا الكفن نتاعكم ما فيه الجيوب، والله ما تدوا دوره وسك... اسمع يوم الماني. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطلها الله بقلب سليم، اسمح لي دقيقه رحمه باختصار رحمه. شديد سيد سليماني شوفي عندما يموت الإنسان تعلمنا في الشريعة الإسلامية بعض نعم. المبادئ الحاجة الوحيدة اللي يحاسب عليها الإنسان ليسأل سؤالين وجوابين المال من أين اكتسبته وأين أنفق؟ ما سر تنازل إدارة الجمارك عن عشرات الملايير لدى جهاز العدالة؟ هذا أخطر ملف نعم هذا أخطر كيف ملف. تم ذلك سيد سليماني؟ جيد عندنا نذكر بعض الأمثلة والله كاين الحق لهذا الملف يندى له الجبين هل لديك أدلة سيد سليماني؟ كان ما عنديش أدلة ما نهضرش نعم في ملف تصدير نفايات الحديدة وراء الحديدية وجدت يعني التحقيقات القضائية وجدت جمركين عددهم 9 متورطين. طورقين من التزوير في محرر عمومي رسمي وضياع أموال الدولة تهمهم شات إجراءات الأخيرة قاضي التحقيق في 2006 يصدر امر بجنايه غرفه الاتهام قرارين جنايه بروفون كاساسيون لاكور سوبريم قرارين جنايه يتحاكموا في محكمه الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر ويجي ممثل اداره الجمارك وهو الان مدير المنازعات كي قال له القاضي واش الطلبات تاع الجمارك؟ هو ما يدير طلبات والمحاضره موجوده في خمسه مصدرين فيهم الغرامه النقديه والجمركيه اكثر من 50 مليار سنتيم قال له ما عندنا حتى طلبات وما عندنا ما فيهش ضرر كي هل ترى يعقل هذا وما دارش بروفون كاساسيون واصبح يعني الحكم نتاع محكمه الجنايات الصادر في 20 جوان 2000 كما اعتقد 20 جوان 2012 نهائي حيز لا كوشي نقضي فيه الاداره تاع الغريب في الامر هذا نفس هذا الممثل اداره الجمارك مدير المنازعات كي راحت المحكمة العليا داروا طعن بالناظر سيدنا النائب العام ولات حولوها لتزي محكمة الجنة تزيوزو إيجي يجي وقال جيت نشهد واش يشهد؟ الدراهم راحوا نعم no. قال لهم هذا المحضر ما هوش مزور هذا تاع اللي راهم متابعين فيه الجمركيين بل هو محضر تكميلي وتصحيحي وكذا حتى سيدنا النائب العام يعني جاوبوا مليح قال له انت جيت دافع على حقوق الخزينه والاداره ولا تجي دافع على هذو هذو اصحابك راه عندهم محامين قال لها السيد الرئيسة ما نقبلش الشهاده نتاعو. لكن ما اثار استغرابه هو انه النيابه العامه في, مح... في محكمه يعني في جلسه المحاكمه لم تقم يعني بالتحرك لمعرفه ظروف وملابسات ملاس... هذا التنازل شوفي المشرع اعطى قيمه لاداره الجمارك وجعلها سلطه نعم وقانون خاص والخاص يقيد العام الماده 259 من قانون الجمارك تقول باللي دعت تباشر النيابه العامه الدعوة العموميه خلاص وتباشر اداره الجمارك الدعوه الجبائيه الجمركيه افصلهم النائب إيه العام كيف السيد راه مدير ومكلف ومحلف وعنده تفويض ما عدا اذا فيما بعد ظهر ظهر بان هناك تواطؤ وظهر بأنك هو تزوير وظهر تبديد الملعب الدعوه العموميه لازم تحل ولكن لازم تقديم شكوى